اللي هنستخدمها النهارده علشان نعمل اطرى واحلى ستيك. اغلى قطعه من اللحوم هي قطعه عرق الفيليتو، اوكي، تندر لوين، اللي هي بتبقى سلسله الظهر من سواء يعني غالبا تبقى اللحم البقري او العجل الفيل، بتبقى ما بتتحركش، ما فيش فيها عضل. اللي بيقوي اللحمه او بيخليها تشد نسبه العضل اللي فيها. العضل ده بيبقى لما بيتحرك الحيوان يعني ايديه ورجليه وكده، مهما كان ظهره مفيش حركة، فبتبقى أطرى يعني مش هقول أطعم حتة، لأنه في حتة تانية أطعم. محبين اللحمة عارفين إنه الحتة اللي فيها دهون والربس والحاجات دي ممكن يبقى طعمها أطعم، بس دي أهي هي القطعة اللي بتبقى في سلسلة الظهر. غالية؟ آه غالية شوية، هي من المطاعم حتى على المنيو من أغلى الأيتمز، لأنه هي قطعة واحدة. يعني عند الجزار هتلاقوا كل ذبيحة فيها عرق فليتو واحد. تعالوا ناخد السكينة بس من هنا عشان نقطعها. دي من القطع الكبيره شويه، بتبتدي من كيلو و200 على الاقل بتوصل ل 3 كيلو. طبعا هي ما بتبقاش كده، كده هي متشفيه. وهقول لكم تريك، لما تروحوا تاخدوا العرق، انا لما اقول له يشفيهولي بعمل ايه؟ باخد كل الترمنجز، الدهون اللي حواليه احلى دهون، وبتبقى معاها طبعا لحمه، بهضيف عليها لحمه صافيه وبعملها مفروم، بتطلع احلى لحمه مفرومه تحفه. فدايما الترمنجز نعملها كده. طيب القطعه دي اسمها التيل، شايفين القطعه دي؟ هنشيلها كده، نشيلها، ودي احلى حته تعملوا فيها الستير فراي اللي هو الشاورما كمان والاكل الصيني. شايفين القطعه دي؟ هي الحته اللي شايفين نسايلها تتقطع عكس النسيله كده، بصوا تتقطع عكس النسيله، الشرايح دي زبده، بس مش هنعمل فيها الستيك دي، بقى ندخلها بالستير فراي والتشويح والحاجات اللي عايزه سرعه. هنا بقى من هنا ممكن الحته دي كده نقطعها، والحتت الصغيره دي اللي هنا دي تعمل لنا الفيلي منيو الصغير، اللي هو ساعات في المطاعم بنطلب الفيليه بيجي ساعات اربع خمس قطع كده صغيرين، تخانتهم مش هنقطعه رفيع، عايزينه يبقى ميديوم متوسط السوى ما فيش فيه دم، اوكي. فدي القطع اللي هي بتبقى الصغيره. احنا هنسيب كل ده، نحط ده هنا، وهناخد السنتر بيس، نتكلم زي المطاعم، هناخد السنتر بيس اللي هي من هنا لهنا كده، ونشيل دول كلهم على جنب، ودول بيدخلوا نعمل زي البيكاتا، نعمل ستير فراي زي ما قلت لكم، الاكل الصيني، نعمل البيف ترياكي. ومن يعني انا بجيب العرق على بعضه بصراحه، وكله بس كله بستثمره بوصفات مختلفه. هناخد خلي دي، هناخد القطعه دي ونقطع الستيك قطع تخينه، بصوا على الاقل صباعين، لانه لما نجيب قطعه زي دي طريه وتجنن زي ما انتم شايفين كده، حرام ننشفها، نشفناها فقدنا العصاره الحلوه اللي فيها، فقدنا الطعم الحلو. فلازم نسويها تسويه صح، تبقى متحمره من بره لونها حلو، وبنفس الوقت نحافظ على طعمها. هنسويها well done، نجيب قطعه ارخص، ما نستثمرش بقطعه غاليه. هنقطع دول كده، يعني قطعه زي دي هتفتحوها من جوه تلاقوها بينك، هتقولوا لي فيها دم، لا ده مش دم، هي لازم تستريح وما تبقاش بلادي. يعني لما اروح المطعم انا بقول له اسمعوا التريك دي، ميديوم في مصر بالذات اقول لهم ميديوم ويل نو بلاد، يعني تكون جوسي ميديوم ويل، ويل دي انتهت. رير، الرير دي مش يعني مش عند كل الناس بيحبوها، بتبقى يا دوبك حتى بيسموها لسه من جوه لونها بلو مزرق، اوكي. الرير دي قلائل جدا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ويمكن هم من محبين اللحمه قوي، بس الرير دي بتبقى يعني فيري رير، انه تلاقوا حد نادر جدا، يعني رير نادر تلاقوا حد بيحب الرير. القطعه دي برضو انا قبل كده احنا عملنا فيها لما شوحناها وعملنا معاها المشروم والصوص، السمك ده عمره ما بيجي من المطعم الستيك بالسمك ده، ده اكتر حاجه ممكن تبوظ الستيك، هينشف مننا بسرعه. فانا هخلي القطعه دي مع اخواتها هنا، واغسل ايدي ونحط الطاسه على النار. والستيك يتعمل تو اوردر، يعني ايه؟ يعني نعمله وناكله على طول. فانا هسخن الطاسه، دي بقى سخنه جدا جدا جدا، وهسيب دلوقتي الستيك، لا هحط له ملح
ولا احط له فلفل. حطيت له ملح. الملح بيعمل ايه لما نحطه على الاكل؟ قلنا بينزل الميه، واحنا عايزين الحاجه تبقى بتقوله كده طريه، الفراخ دي طريه، اللحمه دي طريه، يعني مش عايزين نطرد العصاره منها. انا عارفه في مدارس بيرشوا عليها ملح وفلفل، انا بحب بالاخر لحمه الحلوه طعمها لوحده كافي مع رشة الملح والفلفل. الطاسة بتسخن على النار، تعالوا نعمل الزبدة بالأعشاب سريعا. عندي هنا الزبدة تبقى بدرجة حرارة الأوضة، يعني إيه؟ يعني بالشوكة كده، شايفين؟ كده تمام؟ هنضيف لها شوية بقدونس، هنضيف لها، عندي ريحان هنا متقطع، خلوني أشيل ده. هي اسمها بالإنجلش يعني حتى الوصفات بالمنيو هيربد باتر ستيك مثلا، اوكي. ادي الريحان متقطع. بتتباع في السوبر ماركتس الكبيره في مصر كده، معموله كده زبده بالاعشاب. حطينا ريحان، حطينا بقدونس، عندنا زعتر، عندي هنا نوع من انواع الزعتر الاخضر، اي نوع زعتر اخضر او حتى المجفف لو ناقص عندكم. نحط الزعتر، قلنا كبسوله النكهات، ممكن تحط لها شويه تشيلي فليكس على الخفيف، ده يعني اختياري. وممكن نقطع لها شوية روزماري كمان، بيبقى طعمه حلو جدا معاها. وفي موسم الأعشاب ممكن نعمل كمية كبيرة منها. إزاي ممكن تتحفظ؟ ممكن جدا تحطوها بقوالب التلج، حتى القوالب الصغيرة، وتعملوها مكعبات وتطلعوها تحطوها في كيس. ممكن زي ما أنا عاملة كده بالستريتش تلفوها وتحطوها بالفريزر، وممكن بورقة الزبدة، هنحاول نعملها دلوقتي بورقة الزبدة. ممكن تقعد في بطرمان، تخلوا كمية في التلاجة في بطرمان شوية، بتقعد عادي زبدة بالأعشاب، بتقعد زي الزبدة عادي، ما بيجرالهاش حاجة. بس عشان نعمل كمية وتبقى موفرة لنا وقت، موفرة لنا وقت في إنه نعمل أكل حلو وبسرعة في أي وقت، ممكن نعملها ونحطها بالفريزر. هاخد ملح وهاخد فلفل أسود وطبعا التوم، وبكده تبقى عندنا الزبده بالاعشاب. وبصوا قد ايه كريميه، نخلطها وبنحطها زي ما قلنا. احنا دلوقتي ناقص لنا نبتدي نسوي الستيك. الطاسه بتسخن كويس جدا، هنرجع بعد الفاصل نسوي الستيك ونعمل ايه، نقدم الفرايز بطريقه جديده فيها نكهه الامامي الشهيه. استنونا بعد الفاصل. يلا مع بعض نعمل الستيك. ركزوا معايا بكل بساطة، طاسة سخنة جدا، اوكي، زبدة، زيت، هحط روزماري وكم فص ثوم سلام. هناخد، تعالوا نعمل ثلاث قطع ستيك، محتاجين صدمة الحرارة العالية دي، تمام. هنسيبهم، خليني اقفل دول على جنب. هنديهم لون من كل الجهات، لون كارملايزيشن، يعني بصوا اصلا اول ما حطيناهم، بصوا شايفين بدايه اللون دي، اسمها الصدمه. اللحمه لازم تاخد صدمه، نحطها طاسه ساقعه تبتدي تنزل الميه وتخسر الجوسز وما تاخدش اللون وتنشف، ونقول كل يوم يا شيف الستيك بتاعي بيطلع ناشف، يا شيف انا حطيت الستيك ني بالفرن وطلع ناشف. ما هو اكيد هيحصل كده، احنا ممكن نحمر دي لو قطعه حتى كبيره ونكمل سواها في الفرن، بس لازم تاخد الصدمه. الحراره عندي عاليه قوي، اهي خدت الصدمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، الله، ومن الناحيه دي. نقلبها من اسرع الحاجات للستيك، ما نضغطش الستيك ارجوكم. تعالوا معايا هنا، عندي فرايز سخنه، هنديها نكهه الامامي ازاي؟ هنقوم واخدين عليها بارميجان او جبنه رومي مبشوره وهي سخنة، نضيف لها شوية زيت زيتون من برضو الحاجات اللي بتدي الأمامي الحلو، نحط لها رشة الملح. هقول لكم على حاجة لمحبي الطبخ وكده، الترافل، زيت الترافل اللي هو الكمة، خطير معاها. فلفل أسود وبقدونس ونقلبها كده. حولنا بطاطس عادية جدا فرايز لجورميه فرنش فرايز. الحرارة هتخلي الجبنة تلزق عليها، تعالوا نقدمها بشكل بسيط اهو. ازاي نضيف النكهات ونقول الفرايز اللي في المطاعم ناكلها احلى بكتير يا ماما اللي بتعمليها بالبيت، بالتفاصيل البسيطة دي. بصوا شكل الطبق الحلو ده اهو، تعالوا نروح على الستيك، الله. انا بقى بحب اديله كمان، بصوا لونه، اديله كمان من الجناب لون
من كل الجهات. اللون ده طعم وبيزود السوى من كل الجهات، ويبتدي ينزل السوى في النص بس من جوه تبقاش اوفر كوك. الزبده اللي عملناها بصوا حطيناها على ورقه اللي هو الاسترتش، ناخدها كده نلفها بشكل ما نقدر نحفظها بالفريزر، حسب ما تحطوش بس البلاستيك يبقى جواها، اوكي يبقى لافف عليها، لان ساعات واحنا بنلف بيلف جواها. بنلفها كويس، نشكلها على شكل سلندر كده اسطواني، ونقفلها من الجناب. ودي بتتباع بالسوبر ماركت بمبالغ وقدرها، تمام. طيب دي لو اتاخد منها شريحه كده اول ما يطلع الستيك يتحط على الوش فوق وتقعد تسيح. هنعمل كده دلوقتي على كل الستيك، هاتوا نديه لون. الله، وكل ده متحمر وهو من جوه جوسي. تعالوا نعمل حاجه بالزبده بالاعشاب حلوه جدا. هناخد شويه من الزبده دي، هنا السكينه شويه حلوين، اوكي، ونعمل صوص بسيط جدا. هنحط الزبده تسيح، اعلي الحراره، وهنحط مع الزبده وهي بتسيح شويه الوصفه دي اجنبي، شويه شالوتس اللي هو البصل الابيض الصغير، سيحها. ممكن ازود عليها، انا خلاص حاطه النار على السيك يا جماعه لانه هيكمل سوا من حراره الطاسه. لونه بصوا لونه، انا هبعده عن النار كده، لونه يجنن. علشان انجز الوقت بس هزود شويه زبده كده. كنا المفروض نستخدم الزبده المرهميه دي اللي هي درجه حراره الاوضه اسهل. هقطع دي عشان الوقت بيجري والكنترول كل يوم في اخر فقره من اول رمضان، ربنا ما يقطع لنا عاده يا جماعه. تحدي الدقيقتين. هنحط لها ايه؟ هنحط لها شويه ماسترد مع الزبده، هنحط لها حاجه من الامامي موجوده عندنا، الوسابي اللي بناكله مع السوشي بيجي هو بودره. هنحط رشه وسابي اللي هو حاجه كده زي الفجل، حاجه روت فيجيتابل طعمه حاد جدا بس طعمه بيدي امامي. هنحط شويه ليمون، تخيلين طعم اهي ليمون. ده مش صوص تقيل، ده ديبنج صوص كده. هنحط له شويه تشيلي فليكس زياده، وهنحط له كمان شويه ثوم، ثوم وبصل وتشيلي فليكس وزبده وديجون. بصوا ده بقى يعني طعمه يهبل، توازن النكهات والامامي فيه يجنن. وممكن ياخد شويه ليمون زياده عشان يبقى اخف ومزز، وشويه بقدونس زياده. وتعالوا نقدم للستيك، نسيبه يستريح شويه بعدين ناخده. هحط اول واحده، الله، وتاني واحده، وتالت واحده. مش قلنا اول ما ينزل ممكن نحط له قطعه الزبده؟ بصوا اول ما نحط قطعه الزبده نشيل البلاستيك عليه وهو كده، ما حطيتش ملح ولا فلفل خلوا بالكم خالص. تاني واحده وتالت واحده. تعالوا نحط له دلوقتي الفلفل الاسود. اكل مطاعم ولا مش اكل مطاعم؟ اكل مطاعم 5 ستارز كمان، عملناه في البيت. مفيش اي مكون هنا استخدمته غريب يمكن غير الفيش صوص والوسابي، وهم موجودين في المطاعم. تعالوا بس معلش اشيل المعلقه من هنا ونغرف كمان الصوص ده، ويبقى عندنا النهارده عملنا كمية صوصات غير عادية. الصوص ده 30 ثانية، لا أنا كسبت خلاص، إني خلصت. الصوص ده يهبل، اللي ما جربوش وعارفة الناس كتير ما جربتهوش هيعجبها. ماسترد وليمون والزبدة اللي بالأعشاب بكل النكهات. أدي الصوص ده نحطه هنا، ده خطير مع الفرايز، مش هحكي لكم، مع البطاطس. وبما إنه إحنا النهاردة قلنا مطاعم، تعالوا ناخد شوية من براعم الاعشاب اللي هي براعم الفجل والبنجر، موجوده برضو. ازاي ناخد الحاجات اللي موجوده في السوبر ماركتس ومتوفره في مصر بكثره ونعمل فيها احلى اكل مطاعم؟ احلى اكل مطاعم ولا لا؟ خضار السوتيه الشهيه، بطاطس اللي تجنن جنب الستيك، ستيك كما قال الكتاب ميديوم. وقبل ما نقفل خلوني معلش يا كنترول اقول لهم ازاي نعرف. اعملوا ايدكم كده وخدوا الصباعين دول مع بعض كده، اضغطوا هنا ما تشدوش ايديكم، اضغطوا هنا هتلاقوها طريه جدا. ندوس على اللحمه كده، لو كده يعني هي رير.
هناخد الصباع اللي بعده هتشد الايد كده بقت ميديم. طبعا في ميزان حراره وكل حاجه، بس دي طريقه مش يعني سهله في البيت، وحتى الشيفات بيعتمدوا الطريقه دي. ثالث صباع كده بقت ناشفه، ده الويل دان. احنا عايزين الميديم تو ويل. جربوا الطريقه دي في البيت، جربوا الستيك ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. بكره حلقه الكحك، وبكره اخر فزوره عشان بعد بكره حلقه الجوائز. بكره هنعمل احلى كحك باحلى ريحه كحك بالسمنه المقدوحه والطريقه الصح. استنونا بكره، ويا رب تبقى وصفات النهارده عجبتكم، ومستنيه كل حلولكم للفوازير. باي.